في قصة جديدة كمان عايزين نتكلم فيها، وهي قصة قانون منح الجنسية المصرية. صحيح. وعشان ما دخلكوش بقى في تفاصيل كتير تتوهكم، لأن طبعا كالعادة حصل سوء فهم برضو على شبكات التواصل الاجتماعي في الموضوع، ببساطة أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان وافقت على تعديلات قانون منح الجنسية المصرية، وضعت لها عدد من الشروط اللي من بينها شروط الاستثمار في مصر. لكن مش هي دي الأزمة، فأحد مواد القانون بتقول إن اللي هتنطبق عليه الشروط هيروح يدفع رسوم، ونحط تحت كلمة رسوم دي 100 خط أحمر، 10,000 دولار للحصول على الجنسية. قام بقى إخواننا البعدة كالعادة أخذوا النقطة دي وعملوا منها شائعة كبيرة جدا، واستغلوا طبعا عدم فهم البعض، وقال مصر بتبيع الجنسية ب 10,000 دولار. ده طبعا كذب وغش واضح، أرجو أن ما حدش ينساق وراء هذا الكلام. طيب عايزين نقول برضو أن في فرق كبير ما بين مجموعة من الشروط اللي اتحطت وتوافق عليها من اللجنة، وما بين اللي هم 10,000 دولار ده اللي هينطبق عليه الشروط اللي هنعرضها على حضراتكم دلوقتي في صورة انفوجراف سؤال وإجابة، عشان حضرتك برضو كمان تعرفوا يعني. بس احنا مش بننفي أن هو كذب وخلاص، لا، ده احنا هنقول لحضراتكم الحقيقة ايه، هيكون موجود معنا على الشاشة وهنرجع كمان نعلق عليها اللي هيتوافر فيه الشروط. الشروط دي على فكرة في كل دول العالم، الشروط دي مفيش حاجه جديده محطوطه فيها، كل دول العالم حضرتك كنت اكيد كنت بتسمع عشان تروح تاخد الجنسيه في اي دوله من دول اوروبا او في دول امريكا لازم يكون عندك حجم استثمارات، لازم يكون عندك فلوس في البنك برقم معين عشان تحصل على ده. احنا ما اخترعناش العجله، ما اخترعناش حاجه جديده، وهنشوف مع حضراتكم دلوقتي الانفوجراف اللي هيبين لنا الشروط دي اللي لو انطبقت هتدفع ال 10,000 دولار.